قد لا يدرك غير المسلمين سر حبنا لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد لا يعلمون لما نفديه بأرواحنا. قد يجهلون أسباب ذلك، فتراهم يستغربون هذا الغيظ والحنقة الذي يملأ صدورنا مما يسيء إلى شخصه الشريف. نحبه لأنه أمرنا بحبه، نحبه لأنه بعث رحمة للعالمين، نحبه لأنه ذو خلق عظيم، نحبه لأنه سبب هدايتنا ومعرفتنا بربنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. إننا نحبه أكثر من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأزواجنا والناس أجمعين، فلا غرابة بعدئذ أن ننصره. ننصره باتباع سنته والتخلق بأخلاقه وانتهاج نهجه، مصداقا لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وننصره بجعل هوانا تبعا لما جاء به، وننصره بالذب عن عرضه والدفاع عن شخصه الشريف. ننصره بمقاطعة كل من يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 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 صلوا عليه وسلموا تسليما. لا ندري كيف تجرأتم وتماديتم بعداوتنا، لا ندري كيف تطرقتم لرسول الله.